استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات تتضمن دعوة سيادته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ كوب 28 المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل مع تأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار خاصة في ظل نجاح مصر في استضافة القمة السابقة كوب 27 بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم وكذلك ما نجحت الرئاسة المصرية للقمة في تحقيقه من نتائج إيجابية في العمل المناخي الدولي من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد مؤكدا ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المناخ المقبلة في ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز ومؤكدا كذلك الحرص المتبادل على تعظيم التعاون ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد لسيما في ظل خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته وكذا مراعاة الشواغل ذات الصلة للدول النامية والإفريقية Yeah. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد اكينومي اديسينا رئيس مجموعه بنك التنميه الافريقي والوفد المرافق له الذي ضم السيد كيفن اوراما نائب رئيس البنك والسيد فانسنت نمهلي السكرتير العام للبنك ومن الجانب المصري السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسيد رامي ابو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي والسيده منه الله فريد وكيل المحافظ لقطاع العلاقات الخارجيه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس رحب بتطور علاقات التعاون المشترك بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، معرباً عن تقديره لدور البنك في دعم القطاعات التنموية بالقارة الإفريقية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي. كما أكد السيد الرئيس تطلع مصر لاستمرار وزيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات في إطار أهداف الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين من جانبه اعرب رئيس بنك التنميه الافريقي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيدا بالتجربه التنمويه المصريه خلال السنوات القليله الماضيه وواصفا اياها بانها مصدر الهام كبير للشعوب الافريقيه على امتداد القاره ومضيفا ان الشعب المصري وقيادته السياسيه اظهرا قدره فائقه على النهوض السريع وتحقيق العديد من الانجازات المهمه مثمنا في هذا السياق ما تحقق في العديد من قطاعات التنمية لسيما قطاعات الكهرباء ومعالجة المياه وإعادة استخدامها وتطوير المناطق السكنية غير المخططة باعتبارها أمثلة ونماذج مضيئة على ما تحقق من تقدم تنموي يفيد قطاعات واسعة من السكان وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي أعرب عن سعادته لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة مجموعة البنك بمدينة شرم الشيخ في شهر مايو المقبل، مشيراً إلى أنها ستركز على مناقشة سبل تشجيع التكامل الاقتصادي القاري، فضلاً عن آليات سد فجوة تمويل المناخ في القارة الإفريقية، بما يجعلها امتداداً للجهد المصري المتميز في استضافة ورئاسة القمة العالمية للمناخ العام الماضي، وقد أعرب السيد الرئيس في هذا الصدد عن دعم مصر الكامل للبنك. واجتماعاته السنويه مؤكدا حرص مصر الدائم على تعزيز المصالح الافريقيه بكافه صورها وعلى جميع الاصعده